محط الضخ في نطاق معناتها مشروع ما يسمى بالمشروع الكاهنه اللي صادقت عليه معناتها الوزارات المعنيه الكل. وتعهدت الوزارات معناتها باش ما يتحط حتى قطره مره اخرى في البحر. هذا يتعهد معناتها من 2015. اليوم معناتها المشروع هذا اللي هو يلزم يكون في نهايه 2017 يكمل مازال ما شافش النور. السلبيه بتاعنا هي اللي باش تخلينا معناتها نخسر وقت اخر. الوقت هذا باش مش يخسروا احنا لانه معناتها وصلنا في مرحله معناتها عمر صحيح معناتها ما نقدرش نعيشوا احنا 10 15 عام معناتها صحيح الزرب بتاعك. اما الاجيال معناتها باش تحاسبنا غدوه شكون باش يضمن لهم حق؟ البيئه اللي عشنا فيها احنا قبل وتمتعنا بها خلوها لنا.